ولد بحي الدرب الأحمر، كان وحيداً لوالديه، عمل في مهن عديدة منها صانع أحذية، ثم اتجه للغناء في الأفراح، ومن حي الدرب الأحمر انتقل إلى ميدان لازوغلي في قلب القاهرة الساحرة. المطرب الشعبي شفيق جلال ولد في حي شعبي، يا ترى في رأي حضرتك إزاي أثرت فيه النشأة دي على المستوى الإنساني وعلى المستوى الفني أيضا؟ هو النشأة الحي الشعبي أثر فيه بأنه خلاه ابن البلد دي وابن الناس دي، وهو شكله كإنسان وفنان جواه الإنسان الشعبي الأصيل قوي اللي بيعبر عنه بطاقيته وجلاليته من وسط الناس دي، ولذلك لما بيغني لهم بيغني الكلام اللي منهم هم واللي ليهم هم واللي هم أقرب ناس يحسوا بيه. والدك كان بيمثل لك إيه؟ وكيف كان يتعامل معك؟ كما وكنت أنا ابنه الوحيد، كان هو أبويا حبي الوحيد. تعامله معايا كان يفوق الوصف، إن كان توصف الرحمة والإنسانية الشديدة والدلع، بس المقترن بشدة الاحترام لأبويا. أي كنت بحترمه جدا وأهابه. أنا وحيده، حتى هو سماني على اسم جدي، فكان مضنش عليا بشيء من نعيم الحياة والطرف الإنساني، لكن هو كان بيعاملني كصاحب وابن في نفس الوقت. على القصر دور يلي بتدور على القصر، بيقول الناس معاني اختار بين دول ودول، والأي حد يقول والأي حد يقول على القصر دور. هل شجعك على دخول الفن والغناء؟ هو النقطة دي تحديداً حضرتك، هو كان له يد بس بطريق غير مباشر. أنا لما أتميت دراستي بالثانوية بمدرسة الإبراهيمية، حصلت على الثانوية العامة منها ودخلت، تقدمت لأمتحن بقسم ديكور معهد السينما لأني برسم كويس، أو افترضت في نفسي كده، وكان الموضوع أنا فاكر أنه كان فازة، رسمت كويس جدا وسقطت. طبعا معهد السينما في الأكاديمية في نفس المجمع، فلما روحت البيت يوميها كنت زعلان جدا. قال لي انت زعلان ليه؟ انت ربنا اداك موهبه مش عشان ابني، ليه ما تثقلهاش بالدراسه؟ المعهد العالي خشه وهتلاقي حبايبك والشيء اللي انت بتحبه، الموسيقى اللي هي في دمي من وانا صغير. اشوفك افرح ويوم ما تبعد اتقلب، واصون لساني وحال الدمع يا قلبي بيه عزيبك خليك بتتقلب، اصبر على شكوتك في يوم وديتني. وقد حدث واتميت دراستي على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية، وكانت المحطة التالية ان دخول الإذاعة، وده كان بسبب تليفون، كان حوار بين أبويا والأستاذ سيد مكاوي رحمة الله عليه. الأستاذ سيد مكاوي بيكلم بابا بيقول له يا شفيق جلال صوته حلو وخد البكالوريوس ليه، وده يحق له أنه يقدم بالإذاعة، اسأل على امتحانات الإذاعة. وفعلا تقدمت الامتحان بالإذاعة المصرية وأجزت كمطرب معتمد في الإذاعة والتلفزيون المصري.